اليوم أثمرت زيارة وفد جمهورية العراق المتمثل في مدراء عموم الوزارة الحكومية، أثمرت هذه الزيارة في استقبال المستهدفين إلى تجربة دائرة المالية المركزية المتميزة، والتي تأتي ضمن توجيهات القيادة العليا بالدائرة والمتمثلة في سعادة رئيس الدائرة المالية المركزية الشيخ محمد بن سعود القاسمي، وسعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، وسعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية. طبعا هذه التوجيهات من القيادة أو من الإدارة العليا للدائرة مرتكزة على الرؤية والرؤى المتميزة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه، بنشر ثقافة العلم والتميز، وخصوصا فيما يخص الثقافة المالية في الشؤون المالية العامة.